حنا دابا في الوقت الثانية من الملف السري. المعلومات اللي في هذا الفيديو معلومات مبسطة كتر من بزاف، ما نقدرش نحكم على المدى ديال الصحة ديالها باش نكون صريح معاكم. هاد الشيء علاش الحكم كيبقى لك انت اللي كتسمع ولا انت اللي كتسمعي. غنبداو بأول حاجة واللي ذكرناها شحال من مرة في الوقعة الأولى، واللي هي فرسان الهيكل، هيكل سليمان المزعوم. طبعا شنو علاقتهم بالماسونية؟ خليونا نرجعو شوية للور وركز مزيان معايا في الكلام ديالي اللي غنقول دابا باش تفهم. بعد الموت ديال سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، بداو بني إسرائيل كيتسائلوا بيناتهم على الحقيقة ديال الملك ديالو، وكيقنعوا راسهم بانه ما كانش عنده الملك، وهادشي غير سحر والعياذ بالله. وهاد السحر بالضبط هو اللي قدر يخليه يحقق هادوك الممتلكات اللي كان كيمتلكها. وكما حنا كنعرفوا السحر بان في العهد ديال سيدنا سليمان، واللي امر بالحرق ديال كاع الكتب ديال السحر الاسود وباعدام كاع السحره والمشعوذين، والمنع الكلي في التواصل بين الانسان والجن باي طريقه من الطرق المعتمده. المهم في هذا الوقت وبعد الوفاة ديال سيدنا سليمان، كيقولوا بلي نزلت الشياطين تعلم بني إسرائيل السحر الأسود والسحر السفلي، وكانوا بالأخص كيعلموه الكهنة ديال بني إسرائيل. الكهنة حينت إلى تعلموا الطرق غادي يقدروا يفسدوا تجارة ويخرجوا على حياة الناس ويفرقوا بالأزواج، وباش الناس نيت تولي تجي لعندهم ويعطيوا مقابل مادي. وهذا الشيء اللي كيطرى للأسف لحد الآن وكاين ليومنا هذا. هاد الكهنة كانوا كيقيدوا ويسجلوا أي حاجة علموها ليهم الشياطين في كتوبة، واختاروا واحد الأسطورة ديال خاتم سليمان اللي فيها رموز سحرية. وكاين اللي كيقول بلي الكتابات تكتبوا ودوك الكتوبة تكتبوا باليد ديال وزير سليمان شخصيا باش تكون لهاد الأسطورة مصداقية أكثر. هاد الكهنة دفنات كاع الكتب والصحف اللي دونات فيها السحر الأسود من العرش ديال سيدنا سليمان، وكيتقال بلي الشياطين والجن هما اللي حفروا حفرة عميقة بزاف ودفنوا فيها الكتوبة، حفرة تحت من العرش. من بعد الكهنة اللي تعلموا السحر مشاو لبابل باش يرتقيوا بنفسهم من مرتبة العبيد لمرتبة عالية شوية. بداو كيعلموا الناس تما السحر السفلي وكينشروه وسطهم. وفي هذا الوقت نزل هاروت وماروت على بابل. هاروت وماروت نزلوا باش يبينوا الناس الفرق بين المعجزة والسحر، وبأن النبي المنزل من الله راه نزل بمعجزات، ويمحيوا تماما الفكرة ديال السحر السفلي. هاروت وماروت كانوا جوج ديال الملائكة نزلوا الأرض في ذاك العهد باش يبدلوا الفكرة ديال الناس على النبي اللي هبط من عند الله. من بعد جا وقت الحملات الصليبية، صفطت الكنيسة فرقة من الفرسان اللي مدربين مزيان واللي كانوا واعرين كثر من القياس، مجموعة سميتها فرسان الهيكل باش يقلبوا على الكتوبة ديال السحر. ولكن ما كانش الكنيسة مفهمة هاد الفرسان بلي راه غادي يقلبوا على شي حاجة اللي مهمة كثر من بزاف وخطيرة وسرية من الدرجة الأولى. وهذا الشيء اللي خلاهم يفكروا بلي غادي يقلبوا ويلقاو الكنوز ديال سليمان ماشي الكتوبة. وصلوا فرسان الهيكل القدس ووقفوا عند العرش ديال سيدنا سليمان، بداو كيحفروا على حسب ما تقال جسد لهم الشيطان وراهم البلاصه فين كاينين الكتوبه. وبالفعل لقاوهم، خداو الكتوبه ورجعوا لاوروبا خباوها، واتفقوا الفرسان بيناتهم باش الكنيسه ما تعرف والو على هادشي اللي لقاو، يعني ما غيقولوا للكنيسه حتى شي حاجه. وفعلا داكشي اللي طرا، بداو هما كيعلموا الناس داكشي اللي في الكتوبه من خلال واحد الاجتماعات سريه كيديروهم بيناتهم. سريه كنسطر عليها سريه ديال بصح. فرسان الهيكل استخدموا هاد الكتوبه وقدروا بهم يتواصلوا مع كيانات مظلمه، وقدروا يعرفوا حوايج كثيره ما عرف حتى شي واحد. بسبب هاد المعرفه قدروا يديروا تنظيمات اقتصاديه كبيره اللي كانت هي الاساس اللي تبنات عليه الابناك لحد اليوم. استغلوها بطبيعه الحال اغراضهم الشخصيه وحتى المصالح الكيانات المظلمه اللي كانوا كيديروا. شويه بداو هادوك الاجتماعات السريه كيجيبوا الشك، والناس بداو كيسمعوا عليهم الهضره والاشاعات، خصوصا فاش بان واحد المجسم لكائن غريب، انسان
باز ديال المعزة ومسمينو بافوميت، ولا حسب إشاعات اللي طلقات ديك الساعة فوصل الهيكل كانوا كيتواصلوا معاه، وأنه الشيطان هو اللي مجسد في جسد بافوميت وكيعطيهم الأوامر والمهمات اللي خصهم ينفذوها. الموضوع ديك الساعة وصل للملك فيليب الرابع عشر، الملك ديال فرنسا آنذاك، وصلوا بلي كاينين إشاعات كتيرة عليهم وبلي راهم كيمارسوا طقوس غريبة بزاف وكيقوموا باجتماعات. أمر الملك بالقبض عليهم والإعدام ديالهم حقا في الميادين قدام الشعب، كلهم غادي يتحققوا بتهمة ممارسة السحر الأسود. ونزيدكم من هنا جات الخرافة ديال يوم الجمعة اللي كيتوافق مع 13 في الشهر واللي كيكون يوم مشؤوم بالنسبة لدوك الناس، حيتاش الإعدام تطبق في 13 في الشهر بالضبط. هاد الفرسان فيهم اللي قدروا يهربوا تعدموا اللي بغيت تعدموا، وشي وحدين هربوا وجمعوا عاوتاني بعضياتهم دقة دقة، انتشروا في أوروبا وداروا لاباس ديال بصح، ولو من الأغنياء تما والشخصيات المهمة، وداروا أول منظمة بنكية في العالم كتسلف لكاع الناس الفلوس، حيتاش الفوائد كانوا حرامين ديك الساعة من الكنيسة، دخلوا شي فشي وسماوهم عصوم، خلوهمش فوائد. نط عليهم روينا وهربوا من بعد لسكوتلاند، حيتاش كانت البلد الوحيدة اللي ما خاضعاش للكنيسة الكاثوليكية اللي كانت ضدهم. استقبلهم الملك ديال سكوتلاند بحفاوة كبيرة، وكانوا هما سلاحه السري اللي بيتغلب على الانجليز وحصل على الاستقلال ديال بلاده. تم بنوا معابد كبيره وكثيره وكتخصهم غير هما، عامره برموز الشيطانيه، وهاد المره قدروا يغطيو التنظيم ديالهم على الناس باش ما يطراش ليهم كما قبل. بدلوا السميه ديال التنظيم وداروا فيها البناء والاحرار، وداروا حتى محافل ماسونيه سريه في سكوتلاند، سكوتلاندا صمموها من الداخل بنفس التصميم ديال هيكل سليمان المزعوم، واللي كيقولوا بلي من بعد تم اكتشاف امريكا تحولوا الماسونية لتما واستقروا، حيت ديك الساعة بقى الامريكان ما تكتشفات. سنة 1907 كان عدد المحافل العظمى في امريكا اكثر من 50 محفل، وتحتهم الاف المحافل العادية، 50 محفل دوك الواعرين عاد العاديين. وهنا غنفكركم باهدافهم اللي خدامين عليها، هما اهداف بحال احداث ثورات والفوضى والحروب. وعلاش باش غادي يديروا هاد الثورات والفوضى والحروب السميمية؟ كيجبدوا الصداع وكيرميوا البذور ديال الخلافات وكيأسسوا جماعات وخلايا سرية في اوسع نطاق، يعني كينتشروا وكيكثروا. نمشيو للثانية، يسيطروا على الصحافة والإعلام والمسارح والشركات ديال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والدراما وغيرها، باش تولي ثقافة موحدة في العالم كامل، وحتى السيطرة على المدارس والجامعات، حيت هدفهم الأساسي هو نشر الجهل والأمية. نمشيو للثالثة، إسقاط الحكم والسيطرة على صناع القرار، إلغاء الهوية الوطنية ويبدلوها بهوية عالمية موحدة، وإنشاء جيش عالمي موحد ووزارة العدل واحدة. العولمة، ندويو على العولمة ونقزو شوية. هاد الكلمة كتعني أنهم باغين الكون كله يولي قرية صغيرة، هذه هي العولمة. كاين أقوال كثيرة وأصابع اتهام كتشير نحو العولمة، وكيقولوا بلي راها جاية من الماسونية، حنا ما متأكدينش وما عندناش دليل. نمشيو لرابعا، من بين أهدافهم عاوتاني يسيطروا على التجارة، الصناعة، الزراعة، حيتاش بطبيعة الحال هي القوة المالية في العالم، وحيتاش اليهود من شحال هذا كانوا مسيطرين على الاقتصاد بسبب احتكارهم للذهب في العالم وامتلاكهم للبنوك. نمشيو لخامسا، بغاو يتسببوا في ركود الأموال ويغرقوا الدول في الكريديات وفي الديون، بغاو يخلقوا عملة إلكترونية تكون موحدة لدول العالم. هادشي دوينا فيه في الورقة الأولى، البيتكوين أبسط مثال. نمشيو سادسا، طمس الأديان والتخلص من السلطات الدينية، تكوين جمهوريات عالمية ما كتنتمي لحتى شي دين. سابعا، إبعاد السياسة والقوانين على هادشي اللي كيديروا، وإحداث الفوضى والشغب السياسي، وكذلك الإعلان على الجرائم السياسية. ثامنا، التحريض على الحروب العالمية لإبادة المجتمعات السابقة باش يعاودوا يبنيوها بشكل جديد وبأشخاص مختارين منهم عازلينهم هما، حيت كما قلنا من أهم قوانينهم الحفاظ على فكرة الشعب المختار، حيت كانوا كيقولوا على راسهم هما الشعب المختار، وعلى حسب داكشي اللي كيفكروا به هما وكيقولوا هما هو أنهم من النسل ديال داوود، سيدنا داوود، كيلقبوه هما بالملك داوود، هذا التفكير ديالهم هما.
تاسعا المساعدة في نشر الأوبئة والأمراض الخايبة حتى الفيروسات المميتة للبشر باش توصلهم لنفس النتيجة وهي القضاء على المجتمعات القديمة وإعادة بنائها كيصفيو في بنادم باش يتهنوا منه. عاشرا واللي هو أخيرا بغاو الوعي يغيب عن الشعوب ونشروا الإشاعات والأكاذيب باش يتلعبوا بالعقل ديال الشعب ويسيطروا عليه. حنا عطينا دابا كاع داك الشيء اللي كاين نمشيو عاوتاني لواحد الفكرة أخرى. واش فايت سمعتي انت ولا انت قبل على الكابالا؟ الكابالا كاين اللي كيربط بينها وبين الماسونيه وكيقولوا بلي هما حاجه واحده. الكابالا نوع من السحر. الطقوس اللي كتمارس بالمعابد هي طقوس الكابالا وغرضها هو عباده الشيطان وبلي الشيطان هو اعظم مهندس في الماسونيه وبالتالي داكشي اللي كينفذوا كيقولوا جاي من عند الشيطان يعني ماشي هما اللي اخترعوه. هادشي اللي كيعتقدوا واش هادشي بصح نيت وي دونت نو. في الكابالا كاين 32 درجة من الحكمة واللي كيتبعها كيسالي بالتوحد مع الخالق والعياذ بالله وكيستمد منه القوة الخارقة. هادشي علاش الماسونية عندها 33 درجة ماشي حيت هما بصح 33 درجة ولكن الدرجة الأخيرة سميتها رقم 33. الدرجة 33 كنا ديجا دوينا عليها في الورقة الأولى. إذا بغيتي تفهم مزيان تقدر ترجع للورقة الأولى وتسمع مزيان. الكابالا موضوع كبير ومعقد ولكن باختصار الحكمة ديالها هي البحث على سبب الوجود ديال الإنسان. علاش تولد؟ علاش هو عايش؟ شنو هو الهدف ديالو من الحياة؟ فين غيمشي من بعد ما حياته؟ تسالي كل واحد كيقلب ويبحث حتى كيوصل أعلى درجة من الحكمة الروحانية في الكابالا. أعلى درجة من الوعي وهي مرحلة التوحد مع الخالق وهي عبارة على مجموعة من النصوص وصلتهم من خلال التواصل النفسي مع الشيطان وتحديدا مع حامي النور. شكون هو حامي النور؟ غتكونوا ديجا سمعتوا لي. لوسيفر هو حامي النور. الكابالا كتوصف الشياطين بانهم كيسكنوا الروح وكيلقبوهم بالملائكة الساقطة The Fallen Angels وكيعتقدوا بلي خريطة العالم الأساسية هي شجرة الحياة ولا شجرة الكابالا. أي اسمية ما فهمتيهاش هنا ما عندناش الوقت باش نبقى نشرح لك فيها دقة دقة. كاينه جوجل كاين يوتيوب كاين شحال من بلاصه. شجره الكابالا كيقولوا بلي هي اللي كتربط ما بين المخلوقات والخالق وباختصار اكثر هذه الشجره عدد العناصر اللي فيها 10 والمفروض ان الخالق هو رقم 10 في هذه الشجره. والماسونيين والمعتقدين بالكابالا وكيتيقوا فيها خضوا رقم 11 وخلوها للدجال الاعظم. ومن خلال شجره الكابالا كيقدروا يتواصلوا ويستجبوا مع الأرواح وكيأمنوا بروح ديال الشخص الميت. كيأمنوا باللي ممكن ترجع للعالم وتعيش في جسد جديد في اعتقادهم. طبعا ندوي شوية دقة دقة يركزوا معايا غنوصلوا لذاك الشيء اللي بغيت أنا واللي بغيتو نتوما. سمعتوني كل شيء غادي يفيق دقة دقة. فيلم أفاتار ممكنش يكونوا ما شافوش بزاف منكم باش نفكركم إلا كان شي واحد ناسي السمية. فيلم افاتار هو داك الفيلم اللي فيه دوك المخلوقات زاقين اللي هما كيشبهوا البشر ولكن مختلفين في شي حوايج عايشين في كوكب اخر. هذا هو الفيلم افاتار. كان نجح بزاف خدا بزاف ديال الجوائز. هذا الفيلم كنهضر على واحد الشجره ديال الحياه كاينه في الفيلم انا ديجا شفتو تقدر تتفرج فيه كاين وموجود ممكن يكون حتى في يوتيوب وتشوف بعينيك. هاد الشجره كانوا كيسميوها في الفيلم شجره تسايلو وكانوا كيقولوا بلي فيها جميع الارواح الميته وبلي كترجع تجسد الارواح الثانيه. دابا لما مات شي واحد تمشي روح ديالو الشجره كتخرج عاوتاني وكتدخل في جسد اخر. وهذا الشيء كان في الكابالا بالضبط نفس هضره الكابالا نفس البلان ديال الكابالا كاين في الافاتار. تقدر تشوف في افاتار واحد الشجره الا مات شي واحد كيديو لها بحال كتطلع ديك الروح ديالو الشجره عاوتاني كتخرج من الشجره كتقصد عاود ثاني واحد اخر اللي يلاه تزاد ولا فهمتوا دابا البلان كيفاش. الكابالا فيها بزاف ديال الحوايج ماخوذين من التاريخ المصري القديم وحضاره بابل. يعني مثلا تعلموا من كهنه الفراعنه كيفاش يستخدموا الاسماء والتعاويذ ورموز والطقوس والطرق كيفاش ينطقوا الكلمات باش يطغوا حوايج خارقه للطبيعه بحال القدره على طرد الارواح الشريره وتسخير الجن وشفاء المرضى. الكابالا كتحتوي على علم الحروف اللي كيشمل تحويل اي كلمه لرقم. وكانوا شايفين ان كل كلمه وكل حرف في التوراة
راه عنده معنى خفي ويقدروا يعرفوه من خلال حساب الجمل. هادشي ابتدعوه غير هما، وهادشي كان حتى في الحضارة البابلية القادمة. من أخطر أسرار الكابالا هو التعليمات كيفاش تقتل شخص بنظرة واحدة، واللي كتسمى بعين الشر، يعني تشوف فيه يموت بزاف وي، لكن السحر فيه بحال هادشي. كيقولوا بلي هاد العين، يعني عين الشر تشوف فيه يموت، هاد العين كترمز لعين المسيح الدجال أو المسيح الأعور، وكيأمنوا بلي نهار يرجع غادي يقدروا يسيطروا على العالم كامل. هادشي اللي قلنا كله كيبين لنا بلي الماسونيين كيتاخذوا الكابالا كيامنوا بها، وبلي فعلا المهندس الاعظم بالنسبه لهم اللي في الهرم هو الشيطان ماشي الاله، وبلي المسيح الدجال احد اعوان الشيطان. وبزاف ديال التفسيرات كياكدوا انه هاد الجوج غيكونوا واحد في الاخر، المسيح الدجال والشيطان. وهادشي غادي يخلينا نفهموا طبعا علاش كيحاربوا الاديان السماويه، واخا واش بصح الماسونيه هي اللي من مورا الظهور ديال هاد الجماعات اللي كيعبدوا الشيطان؟ يس طبعا طبعا هي. احنا غادي ندقق والسمات يقبل بالتاروت، ولا احنا غنسميو كرود المتنورين. الكرود هي عباره على واحد اللعبه بانت في التسعينات ابتكرها ستيف جاكسون، واللي كان واحد من المقربين للبيت الابيض، كان عضو في الحكومه الامريكيه وخدام معاهم، وكان حتى هو من كبار اعضاء الماسونيه. مني وصل التقاعد قرر يفتح واحد الشركة كتصنع الألعاب الورقية، ونجح في هذا المجال وصدر بزاف ديال الألعاب، ولكن إصداره المميز هو اللعبة الشهيرة نيو وورلد أوردر، يعني النظام العالمي الجديد. لقاه هو صعوبات وواجه أعداء اللي ريبوا له اللعبة، ولكن عاود صدرها وخرجها كانتقام لهم، وباش كل شي يشوف الأحداث اللي هزات العالم بوضوح واللي مرسومة في دوك الكرود ديالو اللي خرج. اللعبة كان واضح فيها شعار الماسون الشهير واللي هو الهرم والعين، والغريب هو أن اللعبة كتحكي بشكل دقيق بزاف ديال الأحداث اللي طرات بعد سنة 1995، علما أن اللعبة خرجت سنة 1950، وهذا هو السر ديال الشهرة ديالها في العالم كامل بعد الهجوم الإرهابي في 11 سبتمبر 2001. هذا الهجوم بالضبط كان مرسوم في واحد الكارطة من اللعبة. تخيلوا معي دابا كارطات ديال اللعب بحال التاروت، بحال التاروت بالضبط، كارطة ديال اللعب مرسوم فيهم في واحد البلاصة داك الهجوم الإرهابي ديال 11 سبتمبر معروف بزاف. كانوا في شي وراق وحدين اخرين رسمة ديال قصف البركان بالتفصيل، واحد الكارطة اخرى مرسوم عليها الهجوم اللي وقع على المقر ديال الحكومة الأمريكية. وماشي غير هادشي، اللعبة كتبين انه الماسونية حاطة خطط لبناء العالم الجديد. هادشي غتكونوا شفتوه حتى في ذا سيمبسونز، رسوم ديال دوك السفرين باش نفكركم. طبعا هما ماشي رسوم غير ديال الناس كبار، فيهم توقعات طبعا، ماشي كاع الحلقات، كاينين اللي فيك كاينين اللي عاد تصاوبوا، ولكن كاين الحلقات اللي فري قدام فيهم حوايج اللي يلاه تيطراو دابا. رسوم خرجوا ما عرفتش يمكن في 81، حتى هما قدام بزاف، فيهم حوايج اللي يلاه خرجوا، يعني كل شيء كان مخطط ليه انه غادي يوقع في واحد النهار، مرتبين كل شيء ومصاوبين كل شيء. اللعبه اللي كندويو عليها هنا بينات لينا هادشي كامل، بينات باللي الماسونيه بغات تدمر العالم القديم باش يخرج المسيح الدجال المنتظر. كاينين كارطات في ديك اللعبه وحدين اخرين، ومن بينهم واحد الكارت في التحضير للحرب العالميه الثالثه. يلا بين الدول اللي مدابزه على المفاعلات النوويه، طبعا الحرب العالميه الثالثه باقا ما كايناش. الكارطه فيها هادشي، واحد الكارطه فيها صدام حسين ومبينة انه ديكتاتور وبلي خاص يتهنى الشعب ديالو منه، وهذا الشيء اللي طرا بصح سنة 2006. وهاد الكارطة فيها التسونامي اللي طرا في اليابان، التسونامي اللي دار زلزال قد الخلا واللي كلفهم خسائر كثيرة اقتصاديا وارواح، ويعتقد انه داك التسونامي ما كانش طبيعي وبلي كان مفتعل. هاد الشيء كاين في كارطة قبل ما يوقع، هاد الشيء تحط في الكارطة. كارطة اخرى فيها تفجير المنطق، رسمه كتبين تفجير المنطق، هذا هو المعنى ديالها، يعني تدمير الثقافات، الثقافات كلها غتحيد باش تبقى ثقافه وحده كنا غادي نعيشوا عليها. كارطه وحده اخرى فيها التلاعب بالاسواق وصناعه الازمات الاقتصاديه باش تحكموا في الاسعار وفي الموارد، وهذا الشيء واقع دابا في بعض الدول، تقريبا كاين حتى عندنا هنا في المغرب، باقي ما بانش بزاف. واحد الكارطه فيها اندماج البنوك، يعني الابناك العالميه الكبيره
كلهم غاديين يتشراو وغيبقى بانكه واحده باش تعلن السيطره على الاقتصاد العالمي. في كارطه واحده اخرى كاين السيطره على البترول. البترول بغاو يكونوا غير هما اللي كيمتلكوه في العالم كامل. واحد الكارطه واللي كانت خطيره اكثر من القياس. الكارطه كانت كدوي على اعاده كتابه التاريخ من بعد طبعا ما غبروا الكتب الدينيه والثقافيه والوثائقيه، يعني كاع هادشي اللي كاين دابا بغاو يغبروه. كتب اوراق التاريخ ديالنا القديم كله غادي يمشي باش يمهدوا باش يصنعوا هما التاريخ ديالهم اللي بغاو هما، وصنعوا العالم اللي بغاو هما واللي خاص بهم واللي ما كيعترفش بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي كارت اخر اللي كان اخطر بزاف، كارت صناعه الاوبئه والامراض في العالم بحالاش انفلونزا الطيور، ايبولا، كورونا اللي احنا فيها دابا. هاد الكارت مكتوب عليه بوضوح كوارونتين. كوارونتين شنو كتعني هاد الكلمه؟ كوارونتين هو الحجر الصحي، وهادشي خلينا نفكروا مزيان في اللي واقع. كارت اخرى كان مرسوم فيها التحكم في شركة الادويه العالميه، يعني الشركه ديال الادويه كلهم غيتحكموا فيهم. كارت واحد اخر في التحكم في الطقس باستخدام غاز الكيميتريل، هو من الغازات السامه، وهادشي راه كاين دابا ديت. وبزاف ديال الكارطات اللي المجموع ديالهم 100، كاين اللي كيقول 500، ولكن 100 هو العدد اللي معروف. بشويه بشويه غننظموا الافكار ديالنا. غادي نهضروا دابا على مشروع سيرن. قبل ما نهضروا على هذا المشروع هذا غنقول لكم باللي كاين الناس كيعتقدوا انه هادوك المتنورين ما عندهم حتى شي علاقه بالماسونيه، وبلي تاسست سنه 1776 وهذا الوقت كان كيتسمى بعصر التنوير، وبلي تمنع التنظيم السري سنه 1785. ولكن في الغالب المتنورين والماسونيه شيء واحد، وحتى المعتقدات ديالهم وحده، ومن الممكن يكون تاسيس هذه الجمعيه شكل من اشكال الخداع ديالو، يعني يكونوا واحد ويبينوا لك انت بلي راهم ماشي واحد، بلي احنا متنورين بوحدهم الماسونيه بوحدهم وما في الاصل غا واحد. دابا ندوزو لمشروع سيرن اللي دويت لكم عليه دابا شويه. مشروع سيرن هو اختصار للمركز الاوروبي للابحاث النوويه، تم تطوير الاسم ديالو وتبدل باش يولي المنظمه الاوروبيه الاتحاديه النوويه في العالم. قد تعتبر اكبر مركز للتجارب والابحاث الفيزياء الجسيمات في العالم، وكاين على الحدود ديال سويسرا وفرنسا. الهدف المعلن بهذه المنظمه هو يفهموا النشأة ديال الكون ويلقاو نواة الخلق اللي سماوها النواة الموجودة للإله. وبالفعل المنظمة نجحت واكتشفت النواة سنة 2012، وبداو كيقلبوا على تكوينات الجسيمات وطرق تكوينها وتمدد الفضاء وكيفية فنائه، ودابا كتبحث في الأطباق الطائرة والمخلوقات الفضائية وإمكانية الوجود ديالها من العدم ديالها. أعضاء المنظمة 21، مشروع سيرن 21 واحد اللي وقف عليه في 2014، أعلنت على ميزانيتها اللي كانت 1,177,000,000 ديال الدولار الأمريكي، وقالوا بلي الحياة على الأرض تخلقات من خلال انتشار عدد كبير من الجسيمات والذرات وتصادمات مع بعضياتها وعطاتنا هاد الحياة والمخلوقات والنجوم وأي حاجة كاينة راه بسبب التصادم. وهادشي طبعا حسب الاعتقاد ديالهم، وكانوا كيسميو هاد التصادم هذا انفجار بيغ بانك. حد الان حنا كنهضروا على مشروع سيرن اللي هو مشروع بحث علمي اللي بزاف ديال الاديان معارضينه، ولكن كيبقى علم وبغاو يثبتوه. كانوا كيقلبوا باغيين يعرفوا واش كاين شي عالم موازي. عرفتوا نظريه اكوان متوازيه ياك؟ غتكونوا سمعتوني. هاد النظريه كتقول باللي الا كنتي انت ما سميتكش احمد مثلا، ما خدامش بوليسي مثلا، شنو غادي تكون كدير؟ يعني حنا دابا في هذا العالم هذا كاين عالم اخر وعوالم اخرى ماشي واحد، فيهم كل عالم فيها نفس الناس ولكن باختلاف، يعني نقدر انا نفسي كاين في عالم اخر ولكن خدام خدمه اخرى، كندير حاجه اخرى، فهمتي البلان، سميه اخرى. هذه هي النظريه ديال الاكوان المتوازيه، ما بغيتش نشرحها بزاف باش ما نطولوش في الموضوع ديالنا، فراه الفيديو راه طويل. نكملوا ياك. كانوا بغاو يعرفوا واش كاين عالم موازي كيف ما قلت لكم، وهذا الشيء كان واقع لهم بسبب انه واحد صاحبهم عالم فيزيائي
اختفى بواحد الطريقه غامضه كانت سميتو بول لامبرت. كانوا كيديروا دوك الثقوب الدوديه وصاحبهم تطع قاو حوايجو في مشى الله اعلم. من بعد ما قلبوا بزاف لقاو بلي العالم صاحبهم راه تشفط من الثقب الاسود، دخل في واحد الثقب اسود سلت زلق. وهاد الثقب كانوا هما داروا فاش كانوا كيديروا شي ابحاث سريه على الجسيمات، ويوض ما يوقع انفجار طرا هاد الثقب هذا. فهمتوا البلان؟ لحد الان داك العالم ما كاينش ليه الاثر، حتى من الكاميرات اللي صورت هاد الكارثه تهرسات كاملها وتحققت، والشرائط اللي فيها هادشي كامل ما بقاوش. المهم هاد العلماء اللي كانوا في سيرن في مشروع سيرن كانوا كيديروا ثقوب اكثر واكثر، كيزيدوا ثقوب اخرين سوداء وكيرميو الشنطات فيهم الماكله وفيهم الماء على امل توصل داك صاحبهم اللي غبر ويعيش ويكمل حياته تما. طبعا بحال هاد الاخبار ملي كتديع وكتخرج وكتنتشر بزاف كتضرب المصداقيه ديال المنظمه وكتولي تخلي الناس يفكروا بلي هاد المنظمه كتخربق وكتسبب في كوارث اكثر واعظم الا بقات كدير هادشي. العالم الفيزيائي الشهير ستيفن قال بلي الا كملت هاد المنظمه على مشروع سيرن كملت في الابحاث ديالها غادي تسبب شي نهار في شي ثقب اسود خطير وغريب هاد الكوكب ديال الارض كله. وحتى العلماء الاخرين قالوا بلي هاد التجارب راه يقدروا يفجعوا الكون ماشي غير الارض. اما رجال الدين فكانوا من المعارضين طبعا، كيقولوا بلي الهدف ديال هاد المنظمه وتجاربها هو يبعدوا الفكره ديال ان الله هو الخالق ديال هاد الكون من العقول ديال الناس. البعض اتهمهم انهم شياطين وكيتقمصوا دور الاله وانهم حماق وملحدين، هما اللي كيدعمهم وكيحاولوا يلعبوا مع الله وبلي هادشي وراه غير الدمار ولعنه الاله. تجارب سيرن ما تسببتش غير في هاد الثقب الاسود اللي صرد داك العالم بول لامبرت، كانت سبب حتى في ظهور شي اصوات غريبه في العالم كله واللي تعرفت بظاهره ابواق السماء، بنت حتى دوائر كحله اللي تشدات وتصورات. وهنا فين بدات الناس كتشك في النوايا الحقيقيه ديال هاد المنظمه، خصوصا انه الشعار ديالها متكون من ثلاثه ديال الستوات 666 يعني 666، وهاد 666 هو الرقم المميز للشيطان. انا غنوريكم واحد التصويره دابا، هاد التصويره هو الشعار ديال المنظمه، الا ركزتي مزيان غادي تشوف شحال من سته تما مشق البوم قاده ومبوكسه باش ما تبانش ليك راه 666. ها هي الفوق شفتوها مزيان، هذا الرقم كيرمز حتى اليوم القيامه وخروج المسيح الدجال واحداث نهايه العالم، وهذا الشيء اللي خلى الناس تسمي هذه المنظمه ببوابه الشيطان ولا بوابه المسيح الدجال او لا بوابه نهايه العالم. فوق هذا الشيء كامل اختاروا واحد التمثال باش يمثلوا به ذاك المشروع ديالهم، حطوه قدام المنظمه، والتمثال كان عباره على تمثال الهه الهلاك والدمار عند الهندوسيين، وكيجسد قوة خراب الكون أي حاجة فيه. هادشي غير شوية من بزاف، مازال بزاف ديال الحقائق اللي صادمة وبزاف. واحد الفيديو كان انتشر ديال مجموعة ديال الناس لابسين عبايات كحلة وكيديروا شي طقوس غريبة قدام تمثال ديال ديك داك المشروع ديال سيرن ديال المنظمة، واقفين حداه كيديروا شي حركات ماهوماش. من بينهم كانت واحد البنت، كانت هما كينقزوا معاهم بنت حيدوا لها ديك العباية الكحلة ديالها، كانت لابسه لباس ابيض من تحت منها، من بعد نعسات في الارض وبدا واحد كيضربها بالجنويه بالجهد. واحد من دوك اللي كانوا لابسين الكحل بدا كيضربها بواحد الجنويه كيطعن فيها بالجهد. اللي بغى الفيديو يقدر يقلب عليه راه غيلقاه. الفيديو ماشي مزيف وباين فيه بلي هذيك جريمه حقيقيه، وسيرن او المنظمه حاولت بزاف تخفي على العالم. هادشي اللي خلى بزاف ديال الناس والفئات النشيطه من اوروبا وامريكا تهم سيرن على انها كتخطط لكارثه كونيه وبغات القضاء على الثلث ولا اكثر من نص من سكان العالم باوامر مباشره من النظام الماسوني. الناس ربطوا بين سيرن والماسونيه بلي سيرن كتساعد الماسونيه، وان سيرن والماسونيه حاجه واحده بحال قلتي سيرن وليده الماسونيه. فهمتوا البلان؟ احنا غادي ندق دق. كيقولوا بلي سيرن كتعاون الماسونيه ولا بجوجهم كيعاونوا بعضياتهم باش ينشئوا هذاك العالم الجديد اللي كيوجد للظهور ديال المسيح الدجال، وكانوا كيروجوا حتى لنهايه العالم الا لاحظتوا مزيان. فواحد الوقيته دواو الناس على نهايه العالم في 2012، كاين اللي تيقى كاين اللي شرى قبره وكاين اللي وجد فين يتخبى
وكاينين مغاربه تيقوا الضفاك، كاينين مغاربه ومسلمين تيقوا 100%. خرج البلان ديال نهايه العالم في 2012 روينا الكحله، لدرجه انهم كانوا خرجوا حتى فيلم بنفس الاسم سميتو 2012، تقدر تقلب عليه. فيلم كيهضر على نهايه العالم وكيشيروا ليها انه هذا الفيلم ما هو الا جزء من المخطط الكبير ديالهم، وانه كانت فعلا نيه لنهايه العالم في 2012، ولكن عقلاتهم شي حاجه اللي خلات الخطط يوقفوا. الفيلم كيدوي عليها واحد خونا وعائلته، المهم جات نهايه العالم، الزلازل، البركان، روينا الكحله، الناس هاربين، الطيارات، شي كيموت هنا شي كيموت هنا، قضيه حامضه. ابخي دوك العائله الدول اتفقوا مع بحال قلتي صابوا واحد السفينه اللي قويه بزاف، ديك السفينه هزات دوك النخبه رؤساء الدول وكذا، فهمتي؟ البطل هو والعائله ديالو دخلوا لديك السفينه، ابخي عاشوا في السفينه، وقعات نهايه العالم بحال ديك السفينه بقى فيها غير داك الجنس النخبه، العالم صافي سالا، ماتوا الناس، وبينوا بزاف ديال الديانات، بينوا الناس كتصليو، دخل الفيضان عليهم، بينوا شحال من حاجه في الفيلم تقدر تشوفوا سميتو 2012. وصافا زوين، ماشي خايب كاليتي وهذا، ولكن انا ضد الفكره اللي طروجات في الفيلم. هذا هو الفيلم، يعني هما بغاو ينشئوا عالم جديد، الناس اللي فيه هما النخبه، نفس الفكره اللي في الفيلم غادي تتحط في، وكيف ما قلت لكم دابا راه شي حاجه لطيحاتهم. اما هما بصح كانوا باغين 2012 تكون نهايه. النبوءات او التنبؤات نهايه العالم رجعت عاوتاني في 2015 مع البدايه ديال تنفيذ التجربه الثالثه، تم ربط بين البدايه ديال التشغيل المصادم 2008 وبين الزلازل والبراكين والكوارث الطبيعيه والتغيرات المناخيه اللي اكتسحت العالم. وقعت التجربه ابخي بشويه جاو الزلازل، البراكين، الكوارث الطبيعيه، المناخ تبدل، الشتاء اليوم كثيره، غدا الصاد، هادشي وقع. لاحظتي مزيان وقع؟ احنا يا سكان في دول العالم الثالث بعاد على هادشي واحد شويه، ولكن غيوصلنا، غيكون هاني دقه دقه كلشي غيوصلنا. نبعدو شويه على هاد الهضره كامله اللي كيعتبرها الاغلبيه تكهنات بدون دليل. يكفي انك تعرف بلي الممول الرئيسي ديال سيرن، السيبورتر ديال سيرن ديال المنظمه، من اكبر واشهر العائلات الماسونيه اللي في العالم، وهي عائله روتشيلدز. ميمكنش ما تكون سامع بها، اجو نطرقو ليها حتى هي شويه. روتشيلد عائله يهوديه المانيه، من المؤسسين ديال الماسونيه في العالم، وكيقولوا بلي هاد العائله كتحكم في العالم، العالم كله، سواء في السياسه، الاعلام، الاقتصاد وغيرها. عندهم نص ديال الثروات ديال العالم، بالمعنى الحرفي الثروه ديالهم كتقدر ب 500 تريليون دولار، تريليون كيساوي 1000 مليار دولار. يعتقد انهم اكثر من هكا، بلي عندهم اكثر عدد ديال البنوك في العالم، لدرجه هما اللي كيعطيو القروض للدول ولرؤساء العالم، زياده على الابار اللي كيمتلكوا ديال البترول. عندهم اكبر الشركات ديال التغذيه في العالم، ومنهم ثلاثه اللي معروفين بشكل كبير واللي كنا طبعا كنشريو منهم، اللي في الحقيقه معروفين انهم ملك امريكا، ولكن هما في الاصل ملك روتشيلد، ولا ملك العائله ديال روتشيلد. هاد الشركات معروفين، الا فكرتي غير شويه تقدر تعرفهم ولا تقلب عليهم. سي با انا باقي تالف بين السميات، ولكن غتكون كوكاكولا في اللون، فما ما حيداش الطبيب. كاينه شي لعيبه اخرى، المهم هادشي راه حنا كنستعملوه 100%. قبل ما نساليو هاد الحلقه ولا الورقه الثانيه من الملف السري ديالنا، بغيت نقول لكم بلي المسيح الدجال هو المنتظر بالنسبه ليهم، هو لمن كيوجدو كيمهدو، ومعتبرينه هو القائد الاعظم، وكيتسناوه من الزمان ديال سيدنا داوود لحد الان، واللي غيكون من النسل ديالو زعما. وهادشي كيبين علاش باغيين يحافظوا على الدوريه ديال سيدنا داوود، فواحد المشروع اللي سميتو مشروع المليار الذهبي. مشروع المليار الذهبي شنو هو؟ هاد المشروع كيقول بلي بيوصلوا لعدد مليار في العالم، يعني فما فوق من المليار بغينا نصفيو، ماشي في حالاته ما عندنا ما نديرو بيه، يموت بغينا نوصلو حنا للمليار. الله يجعل البركه. كيجمعوا في الفلوس باش يبنيو العالم الجديد اللي كيحلموا به تحت القياده ديال المسيح الدجال، الملك الاعظم ديالهم. يعني فاش يبان غيلقاهم موجدين ليه جميع الظروف اللي غتعاونو باش يخدع العالم ويقودهم للهلاك، بناء على الحوايج والطرق اللي دوينا عليهم في الورقه الاولى. حتى في هادي كان هادشي غير تمهيدات للظهور ديالو، وباقي الخير لقدام، وهادشي غادي يكون في الملف السري الورقه الثالثه. طبعا الى نجحت الورقه الثانيه فغادي ارتاح، حيت بزاف ديال الناس كتبوا لي في لي كومونتير بغيناها.
هذا ملف ماشي قصة، كيهلكني كيهلك بزاف معايا ماشي بوحدي. سو نشوف شوية ديال التفاعل الإخوان. لا إله إلا الله محمد رسول. أصدقائي ليلة سعيدة. أديوس أميكوس.